كابتن فتح الله الف مبروك النهارده. حبيبي يا كيمو. حبيبي يا كابتن، عامل ايه؟ الله يخليك كابتن فتح الله، انت عامل ايه؟ زي الفل يا حبيبي، الحمد لله. مبروك النهارده، مكسب حلو البيراميدز كمان قبل المشاركه في الكونفدراليه، وما شاء الله ماشيين كويس في الدوري يعني في كل الماتشات ما عدا ماتش المصري اللي فلت منكم، مباراه المصري. الله كريم، الحمد لله. طبعا النهارده فوز مهم بالنسبه لنا، وفوز صعب مش سهل. زي ما انت بتقول يعني احنا ماشيين الحمد لله بخطوات ثابته في الدوري. يمكن زعلانين، مع كامل احترامنا طبعا لفريق مصر، فريق محترم، فريق كبير. لكن زعلانين على البطين اللي ضاعوا، ما كناش نحب انهم يضيعوا، خصوصا ان الماتش كان يعني الدنيا كانت سهله وكسبانين اثنين والدنيا بتقول ان احنا يعني سهل نكسب 3 بونت. أي ففقدنا بونتين بالنسبه لنا يعني غاليين جدا، ما كناش نحب نفقدهم. لكن الحمد لله يعني كان رد فعلنا رد فعل محترم. اللعيبه النهارده عملت ماتش كبير، فرقه بتلعب 10 لعيبه يا كريم، يعني بيدافعوا يعني بيقاتلوا في الدفاع، فده كان مصعب الماتش في الاول. لغايه الماتشات دي يعني بتفتح لما بتجيب جون، فالحمد لله يعني علي جبر جاب جون فالدنيا فتحت اكتر، فالحمد لله عملنا ماتش كويس، وكان رد فعل بعد ماتش مصري رد فعل من اللعيبه محترم جدا يعني. ايوه شايف الفتره الجايه ازاي بالنسبه للبيراميدز؟ انتوا كده خلاص يا كابتن فتح الله مش هتلعبوا الماتش الجاي في الدوري في الجوله السادسه، عشان عندكم ماتش مانياما الكونغولي في الكونفدراليه. الماتش الجاي بتأجل، احنا مسافرين يوم الخميس. عندنا ماتش برده مع فرقه محترمه، فرقه قويه. فربنا يكرم يعني. الماتش جاي يتأجل كده، كان اخر ماتش لنا في الدوري النهارده، وكان يهمنا يا كريم ان احنا ننهي اخر ماتش قبل التوقف وقبل السفر. ايوه. بمكسب مريح، مكسب كويس، تبقى علاقه ثقه. اكبر لعيبه شاركت النهارده، عملنا 5 تغييرات، فالنهارده في كذا نقطه يعني بالنسبه لنا حاجه ايجابيه يعني. طيب يعني هل استبعاد، طبعا استبعاد لعيبه منتخب مصر او لعيبه بيراميدز من معسكر منتخب مصر القادم في كاس العرب ده بسبب مشاركه بيراميدز في الكونفدراليه، لكن استبعاد اللعيبه من المنتخب الفتره اللي فاتت رمضان صبحي وما تمش اختيار احمد فتحي في قائمه كاس العرب، شايف ان ده مؤثر نفسيا على اللعيبه يا كابتن فتح الله ولا عادي؟ بص يا كريم، بس هي في شقين للموضوع يعني. كاس العرب استبعاد اللعيبه ده طبيعي عشان مشاركتكم في الكونفدراليه في نفس التوقيت. احنا بنتمنى لعيبه بيراميدز كلها تروح المنتخب يعني عشان هم يسهلوا يعني، احنا عندنا لعيبه كتير هتلعب في المنتخب عشان هم يسهلوا، وعشان دي بتحسب لنا كلنا يعني كنادي يعني. ايوه. فكاس العرب ده يعني خارج عن الاراده يعني، عشان عندنا ماتش في نفس الميعاد يوم 5. الفتره اللي فاتت واستبعاد اللعيبه، احنا الفتره المعسكر اللي فات، اخر معسكر عندنا احمد فتحي وحمدي وعبد الله سعيد هم اللي في المنتخب، انا كنت شايف ان احنا عندنا لعيبه ثانيه برضه تستحق يعني، زائد اللعيبه دي كان عندنا مثلا حوالي 3-4 لعيبه كمان يستحقوا يروحوا المنتخب يعني. ابراهيم عادل ماشي بشكل كويس جدا. ايوه. رمضان ماشي بشكل كويس جدا. مش عايز انت حد يعني، علي جبر ماشي بشكل هايل السنه دي وعامل ماتشات هايله بصراحه. دونجا ماشي بشكل كويس جدا. فانا شايف ان كان في، ومش عايز انسى حد يعني، في لعيبه كتير تستحق تروح منتخب، لكن اللعيبه دي ولا همدانه ولا محبطه ولا اي حاجه، اللعيبه دي مركزه جدا. اللي بيتم استبعاده في اي معسكر من المعسكرات بيبقى رد فعله بشكل محترم وايجابي، وبيقاتل وبيلعب اساسي وبيموت نفسه وبيثبت نفسه يعني. بص اللعيبه يا كريم مردودها هايل بصراحه. ولو ما راحوش المعسكر ده هيروح المعسكر اللي بعديه، لان طيب. هم لعيبه واخدين من امكانياتهم جدا، والموضوع بس موضوع وقت يعني. ايوه. تم اختيار وليد الكارتي مع منتخب المغرب في كاس العرب، وفخر الدين بن يوسف مع منتخب تونس في كاس العرب. ده حقيقه، واعتقد مش هيلعبوا معاكم الكونفدراليه يا كابتن فتح الله؟ ما هم مش معانا في الماتش الجاي. البطوله الافريقيه، فاعتقد هم مسافرين بكره، الكابتن اذن لهم انهم يبقوا يعني ينضموا لمنتخباتهم. والاثنين اللعيبه دول كريم هايلين يعني، فخر ووليد لعيبه هايله واضافات قويه جدا لينا. طبعا شايف وليد من اول يوم يعني، يمكن فخر اتصاب من اول الموسم لسه رجع لنا من اسبوع. وليد من اول ماتش بيلعب بشكل اساسي وتاثيره واضح ولاعب كبير. فالاثنين دول يعني مع باقي اللعيبه يعني عندنا امل كبير ان شاء الله نعمل حاجه السنه دي ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله كابتن فتح الله، و يعني في الكونفدراليه كمان لنادي بيراميدز ان شاء الله تعملوا حاجه مميزه انتوا والنادي المصري باذن الله، تبقى البطوله مصريه السنه دي سواء لبيراميدز او المصري، وما شاء الله
يعني برضو بحييك على المركز الثاني في بطولة الدوري، وان شاء الله تكملوا بشكل كويس الفترة القادمة. والله يا كريم احنا بنتمنى نعمل حاجة محترمة، لأن اللعيبة اللي موجودة في نادي بيراميدز لعيبة تستاهل، والتمثيليات بتقول كده، وكل حاجة بتقول إن احنا قريبين. يمكن آخر بطولتين احنا كنا قريبين، بطولة وصلنا اللي قبل اللي فاتت وصلنا للنهائي، اللي فاتت قبل النهائي وطلعنا، فاحنا قريبين يعني. سنتين اللي فاتوا بيقولوا ان احنا قريبين ونقدر، يعني ان شاء الله تكون قربت السنه دي ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمود. هتسافروا الخميس الماتش السبت؟ مسافرين الخميس ان شاء الله. الماتش السبت ولا الحد؟ الحد. الحد ان شاء الله. ان شاء بتوقيت مصر الساعه كام؟ بتوقيت مصر الساعه 3. الساعه 3 العصر. فاضي الساعه 3 ولا ناجله لك؟ بالتوفيق يا كابتن فتح الله ان شاء الله، وسلام يبقى لكابتن ايهاب جلال وكابتن حمد وكل الجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله تعملوا نتيجه ايجابيه باذن الله في الكونغو ان شاء الله. كيمو ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم. الله يخليك. بنشكر كابتن محمود فتح الله، طبعا كان لعيب كبير ومدرب كمان مميز جدا، نتمنى له التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه.